رفقا بالأرض. صباح النور، أهلا وسهلا بسي محمد المنسلي الخبير البيئي اللي رافقنا أسبوعيا ضمن فقرة رفقا بالأرض. مرحبا بك سي محمد. أخي صباح الورد، صباح الاثنين، كل المستمعين اللي كنت في نجيبة والعاملين معاك اليوم في ساحة ثقافة، مرحبا بك. تحياتنا لزميلنا سمير الغزواني في الإخراج ولكل مستمعينا اللي واصلوا معنا في لقانا المباشر من صباحك ثقافة. هذا الأسبوع نتحدث عن موضوع الأكيد يشغل التونسيين خلال هذه الفترة والأيام المقبلة، وقت اللي نعرفوا أمطار الخريف وتأثيرها على البنية التحتية اللي هي مهترئة ومهترئة جدا في تونس، وهذا طبعا ما يخفيش على أي حد منا، وهذا لاحظناه من خلال كما قلنا نزول كميات هامة من الأمطار. نعرف أهمية الغيث النافع اللي في مثل هذه الفترة المقبلة يصبح هاجس بالنسبة للمواطن التونسي مع التغيرات المناخية طبعا سي محمد في السنوات الأخيرة، ونعرف تونس منطقة متوسطية ونزول كميات هامة من الأمطار في وقت وجيز، كل هذا طبعا قاعد يأثر على المواطن التونسي. اليوم باش نحكيو مآلات هذا وكيفاش تتعامل الدولة عموما مع الموضوع باعتبار انه متكرر، ماهوش مفاجأة العنصر هذا سي محمد. فعلا اخت نجيبة، انت تقريبا حكيت على الموضوع يعني شمولاته كله، وهو من الواضح اليوم ولو كان نحط الامور في اطارها، نعم، لان الاحتباس الحراري يأثر، قاعد يأثر على كوكب الارض، معناها تأثير كبير، وارتفاع درجات الحرارة اللي عرفوا كوكب الأرض خلال السنوات الأخيرة، وخاصة يعني في هذه صائفة يعني معدلات قياسية تسجل لأول مرة وحتى في بلادنا، وبالتالي فإن الآثار نتاع تغير المناخ من المحتمل أنه باش يتسبب في العديد من التغيرات يعني في العديد من المناطق، ومن أهمهم يعني في بلادنا تونس. تونس اللي تميز المناخ نتاعنا بطبيعته يعني بالتقلب وعدم انتظام يعني بين الجفاف وتعاطي الامطار، نعم، بطبيعة بشان هذه العوامل يعني البيئيه باش تنعكس على كل ما كل يعني ما هو يعني تنميه مستدامه، وكنقولوا تنميه مستدامه على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لبلادنا، وارتفاع درجه الحراره في الصيف وبروز ظواهر مناخيه بالغه الشده خاصه في الصيف هذه، يعني تخلي كونه معناها تزداد الظواهر المناخيه السيئه كما العواصف والتساقطات الكبيرة اللي تصير في وقت قصير، مما يتسبب في فيضانات وكوارث على مستوى البنية التحتية في بلادنا، واللي بتبعتها كما حكيت سيادتك يعني ضعيفة ومخترقة وغير قادرة يعني باش تحمل قساوة وتغير المناخ، ويعني شاهدناه يعني في السنوات الفارطة في بلادنا، شفنا فيضانات صار في النابل وفي الساحل وحتى في تونس على مستوى تونس الكبرى، ما نجر عنها يعني من مشاكل يعني، وبالتالي يجب اليوم اتخاذ التدابير الملائمة والتفكير يعني بعقلانية حتى تتمكن البلاد نتاعنا من التكيف مع هذه العوامل. اليوم الاستعداد لموسم الأمطار وتوقي يعني من مخاطر التقلبات المناخية خلال خاصة فصلي الخريف والشتاء، وده هاجس كل مواطن تونسي، يعتبر يعني من الاولويات القصوى لبرامج خاصه اليوم لوحده يعني، وهذا ايجابي جدا. جل الولايات يعني في والمجالس الجهويه في الولايات يعني انعقدت معناها واخذت التدابير يعني الخاصه لتفادي يعني هذه الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده مع ضبط يعني برامج تشاركيه، لانه اليوم لابد يعني من تكاتف جهود يعني من مختلف الاطراف والمصالح المعنيه كما الحمايه المدنيه والبلديات ومصالح التجهيز وغيرهم. اليوم لابد من تدخلات عاجله على مستوى البنيه التحتيه، اخذ تدابير يعني، وخاصه اجراءات تكون استباقيه وتوفير حلول معناها للطوارئ اللي ممكن تصير. النقطه هذه مهمه جدا سي محمد، باعتبار انه نحكيو على مدن أصبحت كبيرة مقارنة بالتجهيز اللي كان في الفترة هذيك، وما صارش تغييرات تتلائم مع تغيرات اللي صار طبعا في ظل هذا الوقت. مهم جدا أنه كل هذا يقع النظر إليه
صفة نقولوا أولوية من الأولويات، مش فقط أنه نجيو قبل شهر ولا شهرين نحاولوا أنه نقوموا بالصيانة الظرفية اللي تنجم ما تعطيش أكلها في منطقة من المناطق، ولا قدر الله يحدث ما يمكن أنه يعكر صفو المواطن التونسي في علاقة بوضعيته في تلك المنطقة، باش ما نقولوش حاجات ما أخطر. سي محمد، فعلا هو نضيف لكلامك نعم اليوم، والمشكل الكبير هو في التجمعات السكنيه المتواجده يعني بالملك العمومي للمياه، لكن ما عندهاش تراخيص يعني، وهذه التجمعات هذه نلقاو حتى منها قريبه الاوديه ولا في اماكن يعني اللي الدوله ما عطاش تراخيص للبناء. معناها للبنايات هذه، نعم. لكن مع ذلك هي متواجده اليوم لابد كذلك ما انها يعني موجوده، لابد يعني من اخذ الاعتبار واتخاذ الاجراءات يعني ضروريه لها حتى يعني ما نقعوش يعني في مشاكل. كذلك نعم. التنسيق يعني بين مختلف المصالح كما قلنا، في حمايه مدنيه وتجهيز وفلاحه وبلديات وتطهير، مهم جدا اليوم لضمان سرعه ونجاعه التدخل عند حدوث اي طارئ، معناها تفادي يعني الاخطار المحتمله وبالطبيعه، وهذا كل حفاظا على الممتلكات العامه والخاصه، وخاصه يعني الارواح البشريه. البشرية اليوم نعم. اليوم لابد القيام يعني وفي طور استعداد لموسم الخريف وشتاء 2021 بتدخلات للتوقي من يعني من مخلفات الامطار هذه، كيما يعني تنظيف الاوديه اليوم ومجاري المياه، حواشي الطرقات، يعني جهر البلوعات، هذوما يعني اجراءات لابد يعني اليوم يعني من اخذ الاعتبار اليوم، يعني كذلك نعم. الطرقات اللي نشوفوها يعني في كل ما تصير امطار كثيره يعني تصبح معناها غير قادره، معناها غير قابله معناها للمرور العربات. كذلك تحسين الدوري المخطط الجهوي يعني مهم جدا، المخطط الجهوي لتفادي يعني الكوارث من جهه الامكانيات البشريه والماديه لابد باش تتحط وتكون واضحه يعني تحسبا لاي طارئ. تركيز كذلك اليوم لابد يعني من، وهذا ما حكينا عليه يعني الاجراءات الاستباقيه، تركيز فريق تدخل سريع لاصلاح وصيانه شبكات الخدمات الحيويه تجنب انقطاعها يعني في صوره ما صارت مشاكل. كذلك مراقبه السدود والبحيرات الجبليه ومتابعه منسوب المياه فيها، وصارت يعني في بلادنا مشاكل من نوع هذا، لذلك لابد يعني من اخذ الاعتبار للجانب هذايا. هذوما تقريبا يعني يمكن اهم اهم النقاط اللي نعم، أهم النقاط اللي يمكن أنه يصيروا كما قلنا في هذه المرحلة الاستباقية، باش الأمطار الغيث النافع تبقى أمطار نافعة، وباش ما ننقولوش طبعا أنه عندنا إشكاليات في نقص المياه من خلال استثمار صحة العبارة هذه المياه في علاقة بالسدود. سي محمد المنسي الخبير البيئي، نشكرك على حضورك معنا. في الختام نحب نقول دائما معنا اليوم لابد منع الدوله التونسيه باش تنتهي السياسه الاستباقيه لتحكم مواجهه ازمه تغير المناخ. تونس اللي كانت يعني من اول الدول اللي سابقت على اتفاقيه الامم المتحده كما حكينا بشان تغير المناخ سنه 1993، لابد اليوم من انشاء استراتيجيه وطنيه بشان تغير المناخ ومواجهه التحديات. اليوم لابد من تشخيص دقيق للاوضاع الراهنه. اليوم لابد من حتى معنا مش نجموا نعززوا الانجازات اللي قاعده تصير ونكسبوا رهان مساله تغير المناخ. وشكرا لك اخت نجيبه، وان شاء الله نهاركم سعيد. نهارك مبروك سعيد، وهذا هو المطلوب. سي محمد المنسي شكرا لك، نتواصل ان شاء الله الاسبوع المقبل في موضوع اخر جديد ضمن اهتماماتنا البيئيه على موجات اذاعه تونس الثقافيه. رحبوا بكل مستمعينا اللي التحقوا بنا في توقيت 7 أو 39 دقيقه، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، نواصلوا بعد قليل مع